إلهي سبحانه وتعالى وحوسو دي بين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أخلاق دا يردغن كون أكسن وحانو ربي سبحانه وتعالى وصدري ومدا سوبرو معاملة دا يردغن كون أكسن إلهي كل رقميان تاسو كورسا إلهي إليك ليان توحيد الله يا ربي سبحانه وتعالى إني أدعان أمر كيسا إقاتان سيدا سوكال إلهي وحول صدر نبي محمد إن أمدي سبارو رقان كي أخلاق دو ناكسن إدحدو دا يكون رقميان وحكم إذا هذا الوناق إلهي بايد وقول للناس حسنا دادك هذا الوناكسن كل هذا الله وحكستو هذا الكوناكسن خلاف سن وهذا الحماء إلهي سبحانه وتعالى دد كيسا يا خلقي كيسا وكحارم تمي لباتو ينكا الدنيا يكو آخرا رنتا سايلا ده يوجد هذا الله دا وناك سنين وحاكم دا سخرية والاستهزاء وفكو ينو كوشاس جاسو أو كودال ديلو دد كمسلمين تا سورة الأخلاق بو إلهي سبحانه وتعالى رنتا سعاد وقشاقين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون رب سبحانه وتعالى وحور الرقياني الرقلق يا بينك خير بدينان كوشيس جيس مانك قشو وفكاد كوشيس جيسي سياد حقيرة سينو نقن كارو مدكا ديرا جسر رأي إلهي اكتيس ورب سبحانه وتعالى كاقدو وهذه كاخير بضان هدنا سيقار ابو إلهي سبحانه وتعالى دمر كوشاقين ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن دمرنا يعني كوشيس جيسي دمر لغايا بيني كخير بدين اي دعي كرتيني كخير بدين محاسي قارة دومر كاللوغو الشاقي وحيدان علماء التفسير لأنه جيس جيس كي يحق رادو دومر كاي يكسي بضانطاه سييقا سي قارة اللوغو برارو چيو خطاب كاما هذا الكاق قود إلهي عرنكا كومكو بينا سي قارو يقو لها الله ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن وحلو يقانا جيس جيسكو سيد إلهي سبحانه وتعالى يدن بو كشاقي وفاسق نمو وقفكي وخلافي أمرك إلهي وحي إلهي سبحانه وتعالى أدي دين السمي إلهي وحو كشاقي كتاب كيسا إن ددك مؤمنين تالغو جاس جاسا إني كمتها إدغان كقالضة زينا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة إلهي وحركوا قال هذا وحلو قرحيه إنه لشنا الدنيا إن دار قرد ما هو إن دو قرد يدهم بيقان إن يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون آخرة ويموقيهن تاسا صابتين دقن كودين وحماد الدم بقودنين وبطن الدنيا دا واح كدن بايا أمو قضايا كو حساب تميان بان تيرين آخر آيات داهو كساري الرماة تاكدن شاوحا كميدا قفكو مركو إلهي سبحانه وتعالى إلا بو يحسوسنا انت دارو الآخرة وارقيسو الدنيا وكو كوبنادو تدك مؤمنين تابو حقيريا ويسخرون من الذين آمنوا وحي كو جيس جيس ياني هوسو ياني حقيريا تدك مؤمنين تابو مرأي نسب كودة كدران ويكو حقران يدو ينوغني تاسيني تهي عقل الدرر ويقفنا مدوران عدة دليسة يعدة وكواب ترسانية يا مرأي كدران ويكو جاس جاسان الدنيا لانتو داوغد اما هيرانتو داوغد انيو جاس جاسان مرأي مدب كودة وكو جاس جاسان مري حتى أعماش الصالح هو ناكسنا إسمين يندراد ديذا يقول جيس جيسان
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون وحلقوا تشيسي نبي محمد والرسول هذه كاو الرئيسي وبشر قار كود حتى فرين سيدياشي حق إلهي كيمي كم يحشون لكن ما حاكو دعاي كوي كو تشيسي وحاكو هبسدي تشيس كا أبا المرينتي سيقو أدوية دشوغا انتان آخيرا باللقارين إن لغو تشيسي داد كمومنين تا والدين تو دا أوقات وليبا لغو تشيسي يكو دقن ككتاب كإلهي حادثة نبيك يا إلالين تصنيه الرسول عليه الصلاة والسلام ومد كم إذا رغن كمنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين والذين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم إلى منافقين تصفات كودة يتلمى مهودة إن بدنا كم إذا كشاقي سورة التوبة وفضي حديثي oo xumaanto dadka muuminiinta u muujisay si ay isaga ilaaliyaan dhaqankoodana si aanay u yeelan waxay si hoose wax uga sheegayaan iyagoo isu iljabinaya isqanqantiirinaya mararka qaar koodna muujinayaba dadka muuminiinta oo haddii qof muumin isla qadliyar uu la baxo waxa oranayaan ilaahay wixii saayar muxuu ku falayaa qani buu ka yahay haddii wax badan bixiyana waxa oranayaan استصبح حولها وبحنايا سين الجنة بتجلي ماي إلى أي وحول المؤمنين تكو جس جسيان أبا المرين تود وام حي إنه إلى هاي سبحانه وتعالى يكو جس جس وحلم إذا عدك لا إلى هاي ويري ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وحي آيات هذه كسوة دكتي كوالا سعودي رسولك عليه الصلاة والسلام هي صحابة وجهاد بحي وحي إلاد ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء كويقا قرآن يقان كاسو ما ركتان وحك عروين ولقي يمانا نارك كنف ليسا مركا الدقال لقى لرقوا عيسوا جهان إلهي وأوقي يهي وحي كوهد ليانو كمقر صونا إلهي وحوري هداد ويدي ساترا ورمحا وحايدين قيي وحي ورانا يا وحن لو قيي كفتان يا هذا البدنان صفر كيي الصعودال كدير بانو سكودا فينين واحد كتر هذا ورم إلهي يا الرسول كيسي آيات كيسات كتر جيسيسا أيضاً وحيود للشدان أهل العلم قف قف مؤمن كتشيس جيسا إيمان كيسا أوغي كتشيس جيسا دين تيسا أوغي عمل كوناكسنا وصميني أوغي كتشيس جيسا سلاة ديسا أوغي كتشيس جيسا سنها النبي عليه الصلاة والسلام يدبقي أوغي كتشيس جيسا وقال كيسو وحكشيك يا تصالحان iy marada uu quraanta ka sareysiyay jees jeeskiisa iyo xaqiraad iyo dhaleeceyntuna kuma socoto qofka shakhsiyadiisa oo haduu garka xiri lahaa maradana shulaha dhigi lahaa waxba kuma yiraahdeen laakiin diintiisa awgii buu ugu jees jeesaya waxay yiraahdeen culimadu qofkaasi waa kaafir waayo kuwa ayadan lagu sheegay nabi maxamed waa ku jees jeeseen saxaabadiina way ku jeesteen quraanka iyo iimaankooda iyo quraanka iyo qaaneen iyo diintooda awgeed ayaana ugu jeesteen ilaahu wuxuu ila taatadiru qad kafartum ba'da iimaanikum waxba uudur daaranina oo marmarsiyaha arrinkaasi uu sheegina iimaankiini dabadi waad gaalowdeen qofka ilaahay ku jeesteesa rasuulkiisa ku jeesteesa diinul islaam ku jeesteesa qof muslima دينتي ساوغي اوغو جيس جيسا وكفريه يهدو شخصيات دي ساوغي اوغو جيس جيسانا وفزق ارنتانو عاسي وحالو يقان السخرية دي استهزاق جيس جيسك ودن بدن بيفر بدن ايكو استيران وقف كماركو وقف مسلمة كو جيس جيسا
marka hore wuu iskala weeyahay oo kibir baa isaga ku jira. Kibirkuna waa min kabaa'iri dhunuub, dembiyada waaweyn buu ka mid yahay. Mar labaadka wuxuu xaqirayaa qofkan muslimka uu ku jeesjeesayo. Mar saddexaadka wuu caayaya. Rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi istibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufrun. Muslimka in la caayo waa faasiqnimo, waa qardajeex diineed. Qofkii oo waddadii saxda ahayda ilaahay uu yidhi mar ka baxay weeye, tii naarta geynaysay iyo cadhada ilaahay u sababaysay maray. Nabiyulaah Muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa loo yaqaano in qof muslima lagu jeesjeeso oo la xaqiro si camaliya oo tadbiiqiyaba ummadda uga daweeyey. Caaisha radi allahu canha waad garanaysaan, waa ina Abuubakar, waa xaaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam, ummahaatu lmuminiin bay ka mid tahay, waa saxaabiyad. Inaasuu dhibaatadiisuu leeyahay oo dumarka horaysiya dambaysaba wuxuu ku kallifaa waxyaaba aan saxayn oo khaldan inay ku hadlaan. waxay tidhi iyadoo rasuulka la hadlaysa xasbuka min safiya annaha kada qaala araawi tacni annaha qasiira. Waxay tidhi safiya waxaa nuqsaan ugu filan inay gaaban tahay. Markaa khilqadeedii iyo abuurkeedii bay wax ka sheegtay oo ay kuna xaqirtay. Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laqad qulti kalimatan low muzijat bimaai lbaxri lamazajathu. Rawahu Abu Daawud biisnaadin saxiix. Caaisha waxaa tidhi kelmad haddii biyaha badda lagu dari lahaa bedeli lahayd oo doori lahayd oo biyahaasi biyo xun ka dhigi lahayd oo biyo qurmay oo kale ah. Hadalka xumi qofka noloshiisana saas uu qurminaya u xumaynaya. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa adag buu Caaisha uga reebay oo uga waaniyey kelmaddaa jeesjeeskee ka soo baxday. Bal maanta u fiirsada, hadduu qof hadlo inta qoraalee lagu tacliiqinayo hadalkiisa lagu hoos qorayo ama lagu daba qorayo ee jeesjeeska xambaarsan iyo istihzaaga iyo sukhriyada, bal shawaaricdeenna eega dadku say isugu jeesjeesayaan. Mar qofka nasabkiisa awgii loogu jeesjeesayo, mar hayntiisa adduunye loogu jeesjeeso, iyo mar abuurkiisa lagu jeesjeeso, ilaa ay gaadho mararka qaarkood abuurkii ilaahay qofka in lagu caayo, iimaha ilaahay u qadarayna in lagu dhaleeceeyo. Ayuha almuslimuuna cibaad allah, waxaa waajiba dhaqanka noocaasiya inaynu kala dagaalanno nolosheenna oo aynu ka sifayno. Oo qofka muslimka hadalkiisa wanaajiyo, walaalihiisa muslimiintaana ixtiraam iyo qadarin mid u haya u noqdo. Abu Dharr waad garanaysaa, rasuulku aad buu ammaanay. Oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dhulku ma qaadin, samaduna ma hadhayn mid ka run badan Abu Dharr. Abu Dharr radi allahu canhu saxaabi bay maalinaysa afdhaafeen. Facayarahu biummihi, wuxuu ku dhaleeceeyey hooyadii dhashay, xagga hooyada ayuu ka dhaleeceeyey. Aad bay taasi u badan tahay. Iska dhaaf hooyo quree, ninka in loogu jeesjeeso oo loo dhaleeceeyo loo duro, reer hebel baa ku dhalay. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi acayartahu biummi innaka mru'un fiika jaahiliya. Ma hooyadii baad ku dhalacays, xataa hooyadii hadday xunta isaga inaad ku dhalacaysa ma banaana. Walaa taziru waaziratun wizra ukhraa, qofna qof dembiga iyo xumaantii ma qaado. Xumaanta layskuma matala sideedaba, aabbaha iyo hooyada baanad xumaanta ku matalahayn iyo awlaadda aad dhashay. Iska dhaaf reer hebele. Waxaa tahay buu ku yidhi rasuulku Abu Dharr oo sidaa u ammaanay, qof jaahiliyada ay wax kaga harhsanyihin baa tahay. Macnaha in qof muslima waxaanu isagu dembi ku lahayn in lagu dhaleeceeyo oo daraaddii loogu jeesjeeso waa dhaqankii jaahiliyada lagu yaqaanay, waana arrin jahli ka turjumaysa. Abu Dharr arrinta noocaasi darsi bay u noqotay, uu ilaabi waayey. Rabada meesha la dhaa markuu tegey baa raawigu wuxuu leeyahay, halkaasaan ugu tegey isagoo isku joog xidhan, mid lamidana addoonkiisu xidhan yahay.
أرنت مركب وحكوي ديانا حديث كاسوي شيء جبوري أنا كي حتى أضون كوهاينا حتى درك إسك قصر رئيسين أو درك وحرا يا من لم يدو حرا أي أرنت نوع عاسي أي جارسيس إلهي سبحانه وتعالى الله قبقو عرب كالله إلى ليه وحنتا يا عيدو آدي نوقف ربضان ولي بدل يرتاد بانو قد ديجيا ما أنت سوشيال ميديا وحن لغوت المامي اللي استعمالي عيف ربضان أي أددك إلهي إلا وسن غفل ديسن هي الدار الآخرة إعيدوك قران ما يسو مقع كلاد استعمالي سا أما بس مركنا هذا ليس وحنا تكو هذا ليس عيدك مغلي ما يسوع أنت أصلاً كل حساب تم يدم ببدن بيكو جلار وعائلة وحنلة وسكديرلة وجهس جهسلة تذكر لو جهس جهس وحق رادلة وكبير موتشلة إلهي بين أخلاق ده حن كم جنجلينا أخلاق ده ونكسرنا ويدسننا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون عباد الله قفك ينو كتشاس تيسودتك مسلمين تاه وحي ليدة دباتوين بضن دباتوين كاوحا كوكا إن أرن كاسي قفك وكن قونا يوم متفاسقة بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان سيلهي سبحانه وتعالى ويري إنو قفك كاسي كمد نقونا يكوى ظالمين تاه اقرد الرولياش احد قدب كالسمائية ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون انو قفك سنقون ايو متسيب بريد وعدو خلافي امر كي الهي بال مرين الشرع قيسي وصدا وكن نقون ايو عاس لله مد الهي عاسيي مع سيادنا وحي سابتا قفك نعدش الهين يكون عدو عذاب كي الهين انو كهب سدو في الدنيا والآخرة أو في إحداهما الدنيا آخرة بها من لبدا متكوت حمانا هيا دباتوين كردلان يوحا كمي دا وفكو هدو دادك عاية يو يغو كومش بولسي يو كوشيس جيسي يو وحن نقونا يغافل عن الله وعن دار الآخرة مد إلهي دار تآخر لبدا بموقن بو نقونا أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين مالك إلهي اللي هرقى يا أبو برارقى يا أوتوسية ريال المروقى دا إداي إلهي سبحانه وتعالى حقي سيبان كقابي كو حقا إيادتك على الحقا بكوش أستيسان وان كمدها إلهي ذكري قيسات كو إلا بيسا وحيابها عايدة إياف حمد الدودة كان وحا كمدة الاكثار من ذكر الله حسك إلهي نتبادسه أداد إلهي حسي ويداد حسوسنا ويدو الدنيا يا بني آدم من بعد أفكي عربك وايرسة فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري إلهي وحي الله الله يأكوي كفارتها مؤمنين تباد كردقتين كواد كوشاس جيستان إلا حال كينو قاري إلهي بينتكو إلا وداني حسكي إلهي بان ويقا وحويانتكو مشقوشان حمانا هكذا لنا يوحا كميدا قف قددك كوشيس جيسي هديا تشيرالي قف بلا كراما وبلا هيبادة ددك دحدو دايون قنية وبلا معنى هديا تشيرالي ددك هذا الكبادن بان السيدات سمية ددكونا قفك هذا الكبادن مقيميان احترامي قدرين ومهيان اي حقيا باد البكو هدلايا آموسكا أيها الدان خير لوحد لهين واجبة قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم ساسور النبي عليه الصلاة والسلام خير كو هذا الوضع غني بيسا شركنا كآمس لفاها قادو بدبادي ديك لسانك يريدك الموارد عرب كاغو ميلها لسا يقبي اللوها لك سمايو كاتوريا لباتوية كدلان يوحا كميدا إن قفك عقابك إلهي وكدعه وليبا وسو دقدقه إسوغوا الدنيا دتشوغة وإلهي سبحانه وتعالى فيسخرون منهم بوري سخر الله منهم ولهم عذاب أليم منافقين تمؤمنين تكوش يسجيسيان
عقابك إلهي يكون عيا وحكم ذي إلهي وكتش جاسه ولهم عذاب أليم عذاب وحنوتي أنا والسجية وكل عيا وكوها بسنية لباتوين كذا لنا وحكم ذا تشس تشس كدت كأيوك للدلاء وقفك كتش جاسه يسي حق راد كتيرتو يلي دي سياد الله هذا الشو وحدا عيسى إن قلبك حمان وكوغليه وحالا قيا بيساقونا إنو فرصدون كل السوغايه مركا ومد واحد نقون إيسا ومد إسعا إيسا وإسكو تشيس جيس إيسا وإسحقير إيسا وإسليد إيسا ومد إسنعيب ودفايس كيسوغو ودى تيرتايا نقون إيسا دين الإسلام نواحي وتميدات كمؤمنين تايني ولا ليسو إنما المؤمنون إخوة المسلم وأخو المسلم وحكستو ولا التني ماذا ماشا كسارية أما بس النقصامين يهوس ودقاية ودقا ماذا إنو شاقنا يكمي ديهين دين الإسلام داد كوي كالد دقالانت إلهي سبحانه وتعالى إنو كبقنا انتا إنان إلهي هورتاقين أما أرنتا بالمرنتا إذا الدنيا دا إنان كوهلين إلهي إنو التوبات كأنو هذا واحد سميسه ولي أنا توبت كأن ظالم باط ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون ظلم يقولون كيس وين وقال لماذا يكيس يرأى معصية ذا لبادوا بواحد سوابان عذابك إلهي إلهي بأن عذابك كيس كما قلنا كان ذي سنة ويدي سنة إنه